السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم زي خريطة ذهنية للأفكار بتاعتنا. ده مثلا وستيل تقدر تكتب فيه اللي انت عايزه. هاخد كوبي واحط الماوس في أي مكان، هو يعمل لي بيست في المكان بتاع الماوس بالشكل دوت. طيب عايز اوصل بينهم، فاقول له انا عايز كونكتور من هنا، فهنبدأ نوصل مثلا من هنا لهنا. تمام، وممكن توصل مثلا من هنا لهنا اهوت، وخلينا نوصل من هنا للشكل دوت. فزي ما انت شايف في تقاطع هنا، هبدأ اعمل سيلكت على العنصر دوت، وبعد كده هقول له انا عايز اخش في الخصائص بتاعت التوصيل. فهو ممكن اقول له ميك كونكتور افويد سيلكت اوبجكت، يعني حاول ان انت تتفادى. تمام، وهنا تقدر تشوف المسافه قد ايه من السبيسنج بين الخط والشكل. تمام، ممكن تخليها زيرو او تعدل فيها زي ما انت عايز. فتقدر تعمل خرائط ذهنية بطريقة سهلة وبسيطة. خلينا مثلا نقول له انا عايز اوصل بين الشكل دوت والشكل دوت. مثلا الخط كده تقدر تقول له السبيسنج قد ايه او المسافة اللي انت عايزها قد ايه، او ممكن تختار برضو الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي.